مرحبا بحضراتكم. خليني ابدا كده كلامي بالحديث عن ملف الالعاب الاخرى اللي احنا متابعينه بشكل كبير جدا، تحديدا كمان في 10 الصبح في الاهلي، وفي بطولات كتيره شاركنا فيها وحققنا كمان انجازات، زي ما اتكلم مثلا كره اليد، السله، المصارعه، تنس الطاوله، بطولات تانية كمان بنستعد ليها في الفتره اللي جايه. عن اخر بقى انجازات الالعاب الاخرى خلينا نرحب بضيفتنا العزيزه جدا الاستاذه دعاء بدر، نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو. بونجور، صباح الهنا عليك. بونجور، صباح الفل. منورانا، اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله. عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم معاكي فيها وملفات كتير هنفتحها، وتعالي نبتدي ب اخر ماتش. يعني طبعا اكيد انت تابعتي كاس العالم لكره السله وشاركه النادي الاهلي فيه، في ماتش تحديدا المركزين الثالث والرابع. للاسف الشديد لم نوفق في الحصول على برونزيه، وطبعا ده كان منتهى يعني احلام الجماهير بعد ما خسرنا فرصه ان احنا نكون في النهائي. فعموما شفتي البطوله دي ازاي وشفتي اداء ومشاركه الاهلي فيها ازاي؟ بشكل عام بدايه البطوله كانت مبهره لينا كلنا الحقيقه. الاهلي ظهر بشكل جميل جدا في اول مباراه بالاخص، كانت شكل الفريق في الملعب مختلف تماما، كاننا بنتفرج على فريق محترف مش فريق محلي. ودي حاجه الحقيقه اسعدتنا وطمعتنا في نفس الوقت. طبعا يعني هو طبعا احنا طمعنا طبعا المركز الرابع نتيجه هايله في اول مشاركه للاهلي في بس ناس كتير قالت ما كانش ليها لازمه الهزيمه دي، لان كمان المنافس ما كانش يعني ده حقيقي. الماتش الاخير كان اسهل ماتش على فكره. يعني الماتش الاخير كان اسهل بكتير من اول مباراه. الماتش كان في متناول ايدينا، كنا نقدر نكسبه طبعا بسهوله جدا. بس خلينا برضو ناخد بالنا ان الفريق لعب ماتشات ورا بعض كتير، يعني هو كان بيلعبه كل يوم، وكان فرق ساعات قليله جدا بين كل مباراه ومباراه. فبالتاكيد اخر مباراه الحاله البدنيه للعيبه ما كانتش زي بالظبط كده، ما كانتش زي في اول مباراه. فانا تحليلي الحقيقه الشخصي ان هو البدني هو اللي اثر علينا في المباراه الاخيره دي، لان احنا فعلا كنا نقدر نكسبها بسهوله. لكن تحيه كبيره جدا 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 لفريق كره السله، النتيجه اللي عملها نتيجه تاريخيه لمصر والافريقيا وللعرب. ما فيش فريق قبل كده حقق نتيجه زي دي في كاس العالم للانديه، فلازم نحييهم كل اللعيبه واحد واحد. الهيئه ظهروا كلهم، كان في هارموني رهيبه بصراحه بين اللعيبه. بصمه اوجستي الحقيقه واضحه جدا في الفريق، يعني خلينا يعني اعتقد ان هو المدرب هو ممكن اللي يكون نقل الفريق من فريق محلي لفريق دولي محترف. فدي كلنا فعلا لاحظناها. ما اعرفش هو لما لعبوا بره مصر كمان الوضع اختلف معاهم ولا ايه، لكن واضح الحماسه كمان كانت بين اللعيبه كبيره جدا وعاليه جدا. كل ده مع بعض وعمل كده حاجه حاله حلوه، يعني صحيح. كلنا انبسطنا بيها. بصي بقى يا استاذه دعاء، انا عايزه اتكلم معاكي عن بطل بصراحه وبالاسم، لان احنا عندنا قائمه كبيره جدا وكل شويه عمالين نسمع تاهل، يعني بطل مصري وبطله مصريه للاولمبياد والبارالمبياد كمان. فاعتقد حاجه اسعدتنا جميعا، ولسه طبعا الاسماء يعني في تزايد. بس هبدا معاكي بفكره بيج رامي، لان سمعنا ان هو مش هيشارك اصلا النسخه دي. فعندك اي تفاصيل ايه سبب عدم المشاركه؟ في الغالب الحقيقه ان هو يعني شايف ان هو في حاجات دلوقتي اهم في حياته، وبيفكر في الاعتزال. هو أصلاً حتى اعلن يعني كده، يعني الكلام اللي كان داير ده فعلا حقيقي. ده حقيقي، هو اعلن ده في تصريحات تلفزيونيه. هو قال انا بفكر في الاعتزال في الفتره الجايه، وبفكر افكر في الحاجات اللي جايه بشكل مختلف شويه. يعني هو عنده مشروع خاص بيه، وهو مشروع رياضي برضه يعني. فاعتقد ان هو محتاج، حابب ان هو يركز فيه اكتر. بس هو عمره لسه يعني، صح؟ طبعا. لا، وهي يعني لعبه كمال الاجسام هي لعبه مش ملهاش عمر، يعني مش من الالعاب اللي ليها ان كبر في السن او حاجه، لا خالص يعني. لكن هي بتاخد مجهود مختلف شويه، لان هي بتاخد اعداد مختلف شويه، خاص ببرامج تغذيه صعبه وشاقه. صحيح. مش حاجه سهله برضو. فاعتقد ان هو في حاجات ادها اولويات في حياته تانية، واعتقد ان احنا قريب هنسمع قرار اعتزاله اعتقد يعني. يعني شايفه الى اي درجه اعتزال بيج رامي ممكن يفتح المساحه قدامنا الفتره اللي جايه؟ فرصه عظيمه. انا شايف ان المساحه هتفضل. المساحه هتفضل، صح. طيب تعالي نروح بقى لكره اليد وناشئات كره اليد. والحقيقه عملوا برضو جيم هايل قدام غينيا وفازوا ببطوله افريقيا. برضو رؤيتك ايه للسكواد ده تحديدا؟
مبدئيا كرة اليد يعني احنا دايما بنقول عليها هي يعني صاحبة الفرحة والبهجة لينا، يعني انجازاتهم مش بس انجازات محلية او افريقية، هي انجازاتهم انجازات عالمية كمان. الفريق ده الحقيقة دي اول مشاركة ليه، احنا اول مرة نشارك في البطولة دي، بطولة السن ده، فان احنا في اول مشاركة نعمل انجاز بالشكل ده طبعا مفاجأة كبيرة. احنا ما كناش عارفين الحقيقة احنا هنعمل ايه، يعني احنا رايحين ما شفناش برضو الفريق، ما استعدش بشكل كافي واول مشاركه لينا، فمش عارفين الفريق هيعمل ايه، لكن الفريق بصراحه فاجئنا كلنا. فاز في كل مبارياته في الدور الاول بفرق سكور كبير كمان، هو مش بس بيفوز، لا ده بيفوز اوقات بدبل سكور يعني، فدي حاجه طبعا كبيره قوي. خلص الدور الاول في المركز الاول، بعد كده دور ابتدى ان هو كل مباراه بيفوزها لغايه ما وصل النهائي، وفاز برضو بالنهائي وهو مستريح، ما كانش يعني ما فيش منافسه تقريبا، ما كانش في حد بينافسه في البطوله. بنحييهم تحيه كبيره جدا طبعا، المنتخب ده بيطمنا على مستقبل كره اليد أكيد في مصر، بيطمنا على مستقبل كره اليد النسائيه اللي كانت بتعاني كتير الحقيقه. لازم نخلينا عارفين ان احنا ما كانش عندنا منتخب اول للكره النسائيه لغايه من سنه فاتت، ودي حاجه كانت دايما بتزعلنا. ان وليه احنا ده كان حاصل اصلا؟ كان الاتحاد شايف ان ما عندوش لاعبات يقدروا ينافسوا في المستوى بتاع المنتخب الاول، يعني هو كان بيشارك في منتخب الناشئين والشباب لكن ما كانش بيشارك في المنتخب الاول، فكان قرار من الاتحاد الحقيقه لحد الحمد لله ما قريب الاتحاد قرر انه هينشئ المنتخب، والحمد لله حقق نتائج كويسه جدا في اول مشاركه، وانا شايفاها خطوه. هل كانت مساله بادجت ولا كانت اصل يعني طالما انا عندي ناشئات كويسين يبقى اكيد كفريق اول ما اعتقدش هيبقى في مشكله، الا لو في ازمه في البادجت جت على حساب البنات؟ لا هي مش ازمه في البادجت، هي اختيار صرف البادجت الاولويات. يعني هم شفتي بقى انا فهمتها ازاي. يعني هو وجود فريق او منتخب اول في رياضه ما مش المفروض يكون من ضمن قائمه الاولويات؟ ما كانش على راس القائمه طبعا. صحيح، بس هما كان ليهم حسبه مختلفه شويه، ان هما بيركزوا في الفرق اللي عندها فرص تحقق نتائج كويسه. قرار احنا مش بشوف ان ده قرار صح طبعا، يعني احنا مش بنوافق ان ده قرار صح، لكن هو كان اختيارهم كده. حصل ضغط كتير من اللاعبات الحقيقه، خصوصا احنا عندنا لاعبات محترفات في كره اليد بيلعبوا بره، حصل ضغط من الاعلام المصري، وكانت النتيجه الحمد لله ان الاتحاد في الاخر قرر انه يعمل المنتخب، وفي خطوه متاخره كتير جدا لكن الحمد لله انها هي اتخذت. يعني نتكلم بقى عن طبعا المصارع المصري عبد اللطيف منيع، والبعض كمان قال لك ده كرم جابر يعني، او شبهوه بالمسيره وتوقعوا له نفس المسيره. طبعا هو تاهل لاولمبياد باريس، واعتقد برضو ده خبر رائع جدا. كلمينا بقى عن المصارعه وعن فرصنا كمان بالابطال اللي تاهلوا. المصارعه طبعا دي اللعبه بتاعت مصر، يعني هي تخصص مصري. المصارعة لعبة تخصص مصري، احنا لو بصينا على تاريخ مصر في الأولمبياد وفي بطولات العالم هنلاقي المصارعة هي أكتر لعبة بتحقق ميداليات لمصر في الأولمبياد في بطولات عالم، فدي اللعبة اللي المفروض نستثمر فيها. عندنا لعيبة كتير الحقيقة غير عبد اللطيف، عبد اللطيف طبعا بطل كبير جدا حقق نتيجة كويسة قوي، هو بيلعب في وزن من الأوزان الصعبة شوية اللي هو 130 كيلو، دي ده أثقل وزن في المصارعة، بحس إن هو وزن صعب شوية. يعني مش هو مختلف شوية طبعا عن كرم جابر، لأن كرم جابر لاعب مهاري بيعتمد على مهارته أكتر وفنياته، وده في الأوزان اللي هي اللي كان بيلعب فيها كرم جابر 96، لكن ال 130 ده وزن تقيل شوية، المهارة فيه أقل شوية من وزن 96. يعني بيعتمد على القوة أكتر يعني. بالظبط كده، بيعتمد على القوة أكتر، يعني الأوزان الأخف دايما بيبقى المهارات هي اللي بتحكم في الاخر مين اللي يفوز. الوزن طبعا 130 فيه مهاره طبعا، لكن المهاره ما بتبانش قوي زي في الاوزان الخفيفه. بالظبط، يعني احنا نقدر نقول ضامنين ميداليه مثلا في المصارعه باذن الله؟ يعني كلمه ضامنين ميداليه دي صعبه قوي تتقال في الالعاب النزاليه، كانت الرياضه اللي احنا يعني كويسين بس فيها. الميداليه الاولمبيه صعب ان احنا نقول ضامنين في اي لعبه مش رقميه، يعني بتلعبي تقايل العالم. يعني الالعاب الرقميه لا، يعني في العاب مثلا رقميه، السباحه، العاب القوه، رفع الاثقال، هي لعبه رقميه. فاحنا بنقدر نقول احنا اكيد نقدر نجيب ميداليه بالرقم، يعني بنقدر نحددها، لكن في اي لعبه ثانيه بنقول
عندنا فرص، عندنا فرص طبعا، عندنا فرص مش جيدة بس في المصارعة. مش بس عبد اللطيف منيع، الحقيقه المصارعه مليانه في لعيبه كتير كويسين جدا، يمكن بس ما توفقوش في بطوله العالم دي. يعني سمر حمزه كانت قريب جدا ان هي تجيب ميداليه طبعا، لكن ما توفقتش في كانت مباراه صعبه الحقيقه خسرتها. وهي ما ننساش ان هي كانت جايبه ميداليه فضه في بطوله العالم اللي فات وبرونز في اللي قبلها، فهي لاعبه من اللاعبات المنافسين جدا. كانت ضيفتنا قبل كده في 10 الصبح في الاهلي، بنت جميله جدا. انا مش عارفه مين اللي خسرت قدامه ده، يا سمر ما ينفعش حد يخسر قدامها يعني. لا يعني ما شاء الله عليها، اليوم ما كانش اليوم بتاعها، البطوله ما كانتش البطوله بتاعتها. هو ده اللي بنقوله دايما في الالعاب دي، ان هو ساعات اليوم مش يومي يعني. صحيح بيحصل كتير. طب عايزين نعرف يعني رايك ورؤيتك لدعم الدوله. تعالي نتكلم شويه على الصعيد البارالمبي، تمام؟ واحنا عندنا ابطال بارالمبيين من قديم الازل، اي بعثه بارالمبيه مصريه بتشارك في اي دوره اولمبيه او بارالمبيه بيرجعوا شايلين ومحملين. صحيح. 50 مليون ضعف البعثه الرسميه للمنتخب الاولمبي مش البارالمبي. صحيح. دعم الدوله للملف ده واصل لفين؟ دعم الدوله في مثلا تفصيله صناعه البطل البارالمبي المستقبلي واصله لفين الامور؟ لا الحقيقه الوضع اتحسن كتير الفتره اللي فاتت، يمكن زمان ما كانش بالشكل ده، كان بيعاني كتير الابطال البارالمبيين من قله الدعم، لكن خلال الكام سنه اللي فاتوا والاولمبيين وحياتهم والاولمبيين والله هم لسه بيعانوا طبعا. يعني هم لسه بيعانوا، يعني هو الدعم زاد لكن المعاناه برضو زادت. يمكن طبعا الوضع الاقتصادي للبلد، مش للبلد، للعالم كله، هو وضع اقتصادي على العالم كله، ارتفاع الدولار بشكل كبير، ده بقى يعني بيعوق بشكل كبير جدا كل الالعاب، مش بس البارالمبيين، خصوصا انها بتحتاج اجهزه ومعدات وحاجات بالظبط. والاولمبيين الحقيقه كمان يعني في الاتحادات اللي محتاجه، يعني احنا دلوقتي التاهيل للاولمبياد وحتى بعد كده اللعب في الاولمبياد محتاج، لازم يبقى التصنيف بتاع اللعيبه كويس، لازم اللعيبه تصنيفها يبقى، كل ما تصنيفك كان احسن انت هتتاهل للاولمبياد. معظم التاهيل بقى بالاولمبياد بالتصنيف دي من ناحيه. من ناحيه تانية انت في الاولمبياد لما بتيجي تلعب بيتحدد قرعتك، لو في الالعاب اللي هي فيها قرعه ونزاليه حسب التصنيف بتاعك، فانت التصنيف بتاعك لو كويس هتتحط في حته في بوله كويسه، التصنيف بتاعك لو وحش هتروح في حته اصعب. اوكي. فعشان التصنيف يعلى محتاجين ايه؟ محتاجين بطولات كتير، عشان نسافر بطولات كتير محتاجين ايه؟ محتاجين دولارات. طبعا. فهي المعادله صعبه جدا. دعم الدوله موجود طبعا، لكن ما زادش بالشكل اللي زادت فيه الاسعار. فده طبعا زود المعاناه بتاعت الاتحادات كلها، اولمبي او بارالمبي. انا مش عارفه الحل فين الحقيقه، لكن الفتره اللي جايه محتاجه الموضوع ده يكون ليه حل سريع شويه، محتاجين دعم اكتر، يعني لازم يبقى في دعم اكتر من الدوله، ولازم يبقى في سبونسر اكتر عشان نطالب اللعيبه دول بان هم يرجعوا بانجازات. بالظبط. اي يعني الفتره دي فتره دقيقه جدا، لان هي فتره التاهل وفتره الاعداد في نفس الوقت، فانت لو ما قدرتش ان انت تبوش وتدفع جامد في الفتره دي، المجهود بتاع السنين اللي فاتت كلها هيروح. في نقطة كمان مهمة وعايزة أعدي عليها سريعا، لأن الكلام فيها بيضايق أصلا، مش عشان حاجة يعني. لما أنا أكون يعني بلد بروميسنج جدا وعندي بوتنشل كبير في كل الرياضات، وبأقل الإمكانيات ناس بتروح تنافس دول كبيرة ببادجت تاني خالص واهتمام تاني خالص، وأبقى للأسف لسه في بعض الاتحادات عندي مشاكل إن أنا يعني بيئة طاردة لبعض الأبطال. أنا بصراحة من الناس اللي مش حلوم البطل ده، على قد ما حلوم الاتحاد، على قد ما حلوم الظروف السيئة اللي خلت ده يحصل. طبعا في داخليات كتيرة احنا ما نعرفهاش، بس لما اسمع ان مثلا بطل بيستلف علشان يروح يكمل المسيرة بتاعته او يسافر، او ازمة مادية، طبعا احنا فوارق الطبقية المادية عندنا كبيرة، في ناس تستطيع وفي ناس ما بتقدرش، فالناس اللي ما عندهاش الامكانيات ده مش معناه ان هو ما يحصلش على فرصة. فللأسف الشديد ده بيحصل كتير، وللأسف الشديد بتبقى في بعض الأحيان بعض الاتحادات بيئة طاردة للأبطال بتاعتك، وأزمة أنا أتمنى معرفش حلها فين بصراحة، بس أتمنى يتم القضاء عليها يعني سريعا، لأن اللي بيدفع الثمن في الآخر هو المصريين أو الجماهير المصرية. فبتيجي في الاخر تقول هو انا ليه ما بوصلش وانافس دول كبيره، وانا ليه وناس تقعد. على فكره بالمناسبه لو حضراتكم فاكرين السنه في وقت طوكيو من 4 سنين، الناس كتير طلعت قعدت تتريق
على المستوى اللي البعثة المصرية وصلت له، صح ولا غلط؟ لو حضراتكم فاكرين ده حصل. صحيح. فالناس دي بقى أصلا يعني أنا ما حبش أرد عليها خالص، لأن مهما كان أنت الشكل اللي ظاهر بيه أو المستوى اللي أنت واصل ليه، دي بلدك ما ينفعش أبدا تقلل منها. بس حاجة في الأول وفي الآخر تزعل، هو أنا ليه هنا؟ طبعا. أنا ليه مش هنا؟ هو أنا ما أقدرش؟ يعني الواحد نفسه حتى لو أنا ما أقدرش دلوقتي، خليني أمشي في الخطوات اللي توصلني فوق بعد كده، لكن محلك سر ده صعب جدا. طبعا هي دي حاجة من الحاجات اللي بتحز في نفسنا، يعني إحنا لما بنلاقي لعيب مصري خرج يلعب باسم بلد تانية دي حاجة بتزعلنا، طبيعي ده، ده شيء طبيعي. بس خلينا نفرق في نوعين، في نوع الألعاب الفقيرة، هي في ألعاب فقيرة وفي ألعاب غنية، خلينا نبقى متفقين على ده. في ألعاب اللعيبة فيها مستوى الاجتماعي بتاعهم قليل، فالفكرة بالنسبة لهم هم بيدوروا على حياة أفضل. الألعاب الفقيرة دي تقصدي بيها إيه؟ هنلاقيها مثلا زي ألعاب المصارعة، هي أكتر لعبة يمكن فيها 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 كتير لعيبة بيهربوا. هم اللعيبه لسه حاصل من اقل من لسه شهرين. احنا واللاعب كل شهر اسمه ظهر في مجموعه فيديوهات نهاوند قال كلام، لا حاجه تزعل لما يكون واحد لسه جايب لك ميداليه ذهبيه في بطوله افريقيا، واخد درع البطوله، ورجع ولقى ان المكافاه بعد ما يتخصم منها مش عارف ضريبه قد ايه، تبقى 4000 جنيه وعلى وعد بان هيبقى له راتب شهري 600 جنيه ولا 700 جنيه، وبيقول لك انا ابويا بيستلف عشان يصرف عليك، كلامني يوجع لك القلب يعني. صحيح صحيح. هم مش مطالباتهم مش كتير، هم طالبين يبقى ان هم بالنسبه لهم الرياضه دخل، يعني هي بالنسبه لهم الرياضه شغلانه بتاعتهم. طبعا. هو بيلعب رياضه لقى ان هي يعني هو ما بيشتغلش عشان خاطر ان هو لقى الرياضه هتجيب له فلوس، ويا هيشتغل في الرياضه يا يدور على شغلانه تانية. صحيح. فلما عرف ان الرياضه سكه كويسه وتقدر تجيب له فلوس، فلو ما كناش هنوفر له احنا الفلوس هو هيبتدي يدور عليها بره. يعني هي في دي نوعيه اللعيبه اللي هم الرياضه بالنسبه لهم شغلانتهم. طب ما في الفتره الاخيره يا استاذه يعني واضح ان في اهتمام من الدوله بالابطال عموما وبالرياضات كلها، والمفروض ان حصل على حسب ما سمعنا ان هيبقى في طفره في الميزانيات اللي هتروح وهتتوجه للاتحادات المختلفه، بما يعود بالنفع على وجود كم اكبر من الأبطال المصريين بارالمبيا وأولمبيا. إيه اللي حصل في الموضوع ده؟ يعني إحنا ليه لغاية النهاردة وإحنا بقالنا سنين بنتكلم تقريبا في نفس هم نفس الجملتين اللي بنقولهم، موضوع الموارد وانعدام الموارد ونعمل إيه عشان ننمي الموارد إلى آخره، هنفضل نهري كده قد إيه؟ لا في الغالب هنفضل على طول يعني. العمر بيجري يا أستاذ، العمر بيجري. في الغالب هنفضل على طول. بس خلينا نوضح حاجة، إن إحنا يعني إحنا لو بصينا كده خلال الكام شهر اللي فاتوا هنلاقي هو اتحاد واحد هو اللي خرج منه اللعيبه كلها، يعني الاتحاد هو اتحاد المصارعه يعني. عشان يبقى كلامنا واضح. أي. ما نعممش كمان الكلام. نفس المعاناه اللي بيعانوا منها لعيبه المصارعه بيعانوا منها لعيبه رفع الاثقال، لعيبه الملاكمه، في العاب كتير. لكن ليه الاتحاد ده هو اكتر اتحاد بيخرج منه اللعيبه؟ اكيد في مشكله تانية غير مشكله الفلوس، يعني دي حاجه لازم نقف عندها. نقطة كويسة. يعني مشكله الفلوس دي موجوده في الاتحادات، في معظم الاتحادات، ولكن ليه دول؟ فواضح ان هم عندهم مشكله في التعامل مع اللعيبه، واضح ان يعني كل الهربانين قال لك عندنا مشكله في الفلوس وفي عدم التقدير. بالظبط كده، يعني هو لا تقدير مادي ولا تقدير معنوي حتى. فيمكن هي دي بقى اللي لازم، دي اللي نقف عندها. صح. ونشوفها فين يعني، ونشوف لازم حل، لازم يكون ليها حل. لان احنا كمان لو نفتكر لعيبه المصارعه، لعيبه الكبار بتوع المصارعه واللي لسه بيلعبوا باسم مصر. أي. قبل اولمبياد طوكيو كان منهم كيشو اللي راح جاب لنا ميداليه اولمبيه، كانوا عاملين زي اضراب وكانوا عاملين على السوشيال ميديا حمله كبيره ضد الاتحاد. فده معناها ان في مشكله موجوده بين اللعيبه وبين الاتحاد. لازم المشكله دي يكون ليها حل. انا بتفق معاكي جدا بصراحه، لان تاني هنرجع نقول في الاول وفي الاخر بيدفع الثمن هي الجماهير. بالزبط. المصريه. طيب الوقت بيجري، وقبل ما يعني الوقت كمان بتاع الفقره يخلص، انا عايزه اسالك عن قصه هنا، يعني الابطال بتوعنا اللي رايحين، هل احنا بنتكلم احنا رايحين بجاهزيه مثلا 80% 70% 50%، عشان بس الواحد والساده دلوقتي المتابعين يبقوا
يطمنوا على اولمبياد باريس وبارالمبياد باريس، احنا رايحين باي جاهزيه، مش بس ان احنا بنتاهل، هل احنا فنيا ومعسكرات وكل حاجه جاهزه، هل احنا معنويا يعني كله وماديا ايضا، يعني خلينا نطمن منك. يعني مش كل الاتحادات طبعا، في اتحادات يعني بيحاربوا بيعملوا حاجات صعبه كتير قوي عشان يقدروا يخلوا لعيبتهم دايما جاهزه، وبيصرفوا كتير جدا، اعتقد ان في حتى رؤساء اتحادات بيصرفوا احيانا من جيبهم عشان خاطر يطلعوا البعثه وما يتاخروش في فيها. دي بقى نماذج محترمه على فكره. طبعًا جدا طبعا لازم نشيد بيهم ولازم نحييهم طبعا، لان وعلى فكره كتير مش قليلين، يعني كتير قوي بنشوف المواقف دي بتحصل، لان احيانا دعم الدوله بيتاخر شويه، فهو عشان رائع انها تحصل والاروع انها ما تحصلش، ان احنا ما نحتاجش انها صحيح صحيح يعني فاهمه ازاي بقى احلى واحلى الحقيقه. طبعا اكيد طبعا، يعني ثقافه نلم من بعض عشان نطلع بعثه ما تهيأليش انها مرضيه للجمهور المصري. معاك حق فعلا، ده معاك حق فيها، لكن هم بيضطروا، يعني هم هم بيضطروا، بيبقى التوقيت ضيق، انت لازم حجز الطيران مثلا، انت لو اتاخرت في حجز الطيران شويه هتقف عليك سعر التذكره باضعاف سعرها، هم بيضطروا يقوموا يحجزوا لغايه ما تيجي مثلا الفلوس من الوزاره. يعني في حاجه زي كده. السبونسر دخل الحقيقه في الاتحادات خلال الكام سنه اللي فاتوا، يمكن فرق شويه لكن ما فرقش بالشكل الكافي. يعني احنا لو 1 من 10 من السبونسر الموجودين في الكوره دخلوا في الالعاب دي، الوضع هيختلف تماما. احنا فاضل سنه على الاولمبياد، اقل من سنه، يعني يا ريت لو نقدر فعلا ان احنا نوجه الشركات الكبيره ان هي يدعموا الاتحادات اللي عندها فرص تحقق ميداليات. يعني احنا مش هنقول كل الاتحادات يتم دعمها، ولو ان ده يعني هو ده بيحصل من الوزاره، الوزاره بتدعم كل الاتحادات، بس هيحصل فارق لو ده حصل فعلا. لكن لو ركزنا على عدد الاتحادات اللي عندها فرص تحقق ميداليات اولمبيه، هم معروفين، يعني يعني الحسبه معروفه والصوره واضحه، فلو ركزنا عليهم الحقيقه الوضع هيختلف تماما في السنه اللي فاضله دي. ربنا يصلح الحال يا رب. نورتينا يا استاذه، بنشكرك على وجودك معنا. شكرا لحضرتك، شكرا جدا استاذه دعاء حقيقه على وجودك معنا. هنروح فاصل مع حضراتكم، نرجع عشان الفقره الاخيره، خليكم معانا.